يعني تصريحات موسيماني وزوجة موسيماني وهذا الملف وحالة غضب كبيرة جدا في النادي الأهلي بسبب تصريحات موسيماني ورسائل قوية للكابتن محمود الخطيب مفادها يا جماعة تطلب موسيماني قولوا له يسكت ويمنع التصريحات لصحافة جنوب أفريقيا ونوقف التصريحات دي لأن التصريحات فيها تلميح يسيء إلى الإدارة ويسيء للجماهير. الصديق الأستاذ الناقد الرياضي مصطفى حسين خليل صديق العزيز رصد لكم هذه التصريحات والجديد في هذا الملف لأن جمهور الأهلي غضبان والنادي الأهلي نفسه بالكابتن محمود الخطيب غضبانين من هذه التصريحات. سلام عليكم يا أستاذ مصطفى. السلام عليكم أستاذ عبد الناصر، برحب بحضرتك وبرحب بالسادة المتابعين مع حضرتك. ملف موسيماني والنهارده تصريحات موسيماني ومراته وغضب في الأهلي وغضب من الكابتن محمود الخطيب، ماذا لديك في هذا الملف؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هو امبارح كان من ضمن الكلام اللي احنا كنا عرضناه مع حضرتك وقلنا اللي في ضمن الاجتماع الكابتن محمود الخطيب وشركة الكورة ولجنة الكورة وكل اللي كانوا قاعدين في الاجتماع طلبوا من بيتس موسيماني طلب صريح جدا ان هو يعني يبطل تصريحات شويه، ومش معقوله ان المدير الفني للنادي الاهلي يتكلم عمال على بطال في كل حاجه. وبالتالي هم انتظروا انه يكون في رد فعل من الراجل، لكن تفاجئوا النهارده ان برضه ما زالت التصريحات قائمه في المواقع وفي الصحف، وكمان بالاضافه للتصريحات. يا مصطفى الصوت فصل، ممكن نرجع مرة تانية يا مصطفى لو سمحت؟ يا جماعة اللي عنده مشكلة في الصوت، اللي عنده مشكلة في الصوت لو تكرمته يطلع ويدخل تاني، لو تكرمته اللي عنده مشكلة ولو حصل تقطيع على كان في بلاغات لغاته محدش يخرج من اللايف. يعني تنبيه للجميع على اليوتيوب والفيسبوك، لو حصل أي تقطيع يخرج من اللايف. ألو، خليك يا جماعة الخير لو سمحتوا، لو حصل من اللايف ولايكات لو تكرمتوا. الأستاذ مصطفى حسين خليل صديق العزيز والناقد الرياضي المحترم رجع لنا مرة تانية، ومن الأول يا مصطفى يعني نتكلم من الأول لأن صوتك قطع وفصل، اتفضل من الأول ملف موسيماني وتصريحاته هو وزوجته وماذا حدث وردود الفعل في النادي الأهلي. طيب انا بقول لحضرتك ان طبعا الاجتماع اللي كان امبارح ما بين الكابتن محمود الخطيب وشركه الكوره وما بين لجنه التخطيط في النادي الاهلي اللي كانوا عاملينه عبر تقنيه الزوم مع بيتس موسيماني كان من اهم النقاط اللي اتكلموا فيها، وكانت النقطه الثالثه بالتحديد ان هو يحد من تصريحاته في الصحافه وفي المواقع، ومش كل يوم عمال على بطال، والمفترض ان المدير الفني للنادي الاهلي يكون يعني تصريحاته قليله ويتكلم بشكل بسيط ويبقى بيعزز المعلومه وما يطلعهاش بسهوله، والكلام اللي احنا فاهمينه ده كله اللي هو من اساليب النادي الاهلي اصلا كمجلس اداره، وده سيستم النادي الاهلي شغال عليه، واي حد بيخش النادي الاهلي بيمشي بالسيستم ده. وبالتالي هم انتظروا ان الراجل يكون في رد فعل من الكلام اللي هو اللي هم طلبوه منه ان هو يحد من التصريحات، لكن تفاجئوا النهارده الصبح كده ان في اتفضل سامعك يا مصطفى. تفاجئوا النهارده الصبح ان موجود وموجود برضه مازال الراجل شغال بيدلي تصريحاته في المواقع الافريقيه والمغربيه وفي الصحف، بالاضافه كمان لزوجته، بالاضافه ان هو عمال ينزل حاجات في تويتر انستا والفيسبوك والكلام ده كله مما اثار غضبهم يعني بشكل كبير جدا، بالاخص ياسين دي منصور اللي هو رئيس شركه الكوره، وابلغ الكابتن محمود الخطيب بالحرف كده قال له ان الراجل ده ماشي وان المفترض ان احنا طلبنا منه شيء المفترض يكون في رده فعل ايجابيه، لكن الراجل ده ماشي. وعشان ناكد كمان حاجه ان كل اللي موجودين في الاهلي في المنظومه مش محتاجين احنا
ايوه مش مستر، محتاجين ان احنا نقول لحضراتكم انه ان المنظومه في الاهلي رافضه وجود بيتسي موسيماني. هو بالفعل كل اللي موجودين في النادي الاهلي رافضين وجود بيتسي موسيماني باستثناء الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والمشرف على فريق الكره، هو اللي مرحب باستمرار بيتسي موسيماني في المنظومه، وهو اللي مرحب باستمرار بيتسي موسيماني في المشروع بتاعه، وهو اللي عايز بيتسي موسيماني يكمل. لكن القصه كلها ماشيه في اتجاه غضب شديد جدا تجاه التصريحات، وبعدين بيطلع بعد كده زوجته كمان بتقول انا مش معنى التصريحات اللي هو منزلها ان هو ماشي، واضح ان هم بيتلاعبوا بالعاطفه بتاعت الجمهور، ان الامر كله ان الراجل اللي بيعمله ده على اداره النادي بعد ما طلبوا منه مجموعه طلبات امبارح كانت منطقيه جدا. الطلبات هو من موسيماني طلبات منطقيه للغايه، يعني المفترض ان الجهاز الفني يكمل، الجهاز الفني والدكه تكون كامله، يكون فيها مدرب عام ومدرب مساعد غير كابتن سامي قمصان، المفترض ان يكون في مباريات وديه ويكون في اعداد للاعيبه اللي موجوده عندك في السكواد بالكامل، المفترض ان ما يكونش في فترات راحه طويله، المفترض ان يكون في عينك على بعض اللعيبه اللي احنا نفضل نصعدها من قطاع الناشئين، المفترض انك تقدم لنا تقرير شهري او على الاقل كل 60 يوم عشان خاطر نحدد المراكز اللي احنا هنتعاقد معاها في الفتره اللي جايه عن طريق انك انت هتختار المراكز هنفاوض افضل الناس اللي موجودين في المراكز دي. لكن واضح ان الامر مش عاجب بيتسو موسيماني، او هو الراجل حاطط في دماغه ان هو عايز يمشي الدنيا على كتفه زي ما احنا قلنا اللي هو عايز يبقى ناهي في ملف كرة القدم، وده اللي احنا لسه هنشوفه في الاجتماع بتاع يوم السبت الجاي اللي هو هيكون اجتماع انا بقول لحضرتك كلام من اي تو زد، يعني زي ما بيقولوا كده هو الراجل مش هيتم اقالته ولا هيمشي الا في نهاية الموسم، لكن هيكون هو لا اما تجديد ثقة في الراجل ان هو يكمل المدة بتاعته، لا اما هيكون الراجل هيكمل معانا الفترة اللي جاية، وهيكون في البحث عن مجموعة سير ذاتية، وان النادي الاهلي هيبدأ يبحث عن جهاز فني جديد في الفترة القادمة. طيب اخدك بس التصريحات مويرا زوجة ووكيلة موسيماني للصحيفة الجنوب افريقية، قالت وده اللي زعل الناس في النادي الاهلي جدا وزعل الكابتن محمود الخطيب وخلاه بعت رساله قويه بالامتناع عن هذه التصريحات. قالت مويرا: اعتقد ان الاجتماع بين الاداره والمدرب شيء طبيعي، لكن هذه اول مره بالنسبه لي نرى الاعلام بشكل عام عن الاجتماع مع المدرب وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. ده كلام انتقاد مباشر للكابتن محمود الخطيب والاجتماع اللي تم ده وللإدارة، يعني ده كلام صريح. أنا آخد معاك نقطة نقطة يا مصطفى. أول نقطة بتضرب في الإدارة وده قلة أدب. بالظبط كلام حضرتك مظبوط، وبالاضافه كمان اللي هي حابه توضح كمان تقول ان انا بيتسي موسيماني قاد النادي الاهلي في 96 مباراه فاز في 88% من المباريات، وده رقم كبير، فالمفترض ان هم يشيدوا بالمدير الفني ويساندوا المدير الفني، مش المفترض ان هم يعملوا معاه اجتماعات او الصحافه تقول ان هو الراجل اللي يمشي او الكلام ده كله، او يكون في ضغط من السوشيال ميديا. ده كان بعد النقطه اللي هو اصلا كتبها الصبح اللي هي اثارت غضب الناس اكتر خلينا واكتر. خلينا بس ناخد خطوه خطوه مع الناس عشان نحلل بشكل كويس. النقطه الثانيه قالت: نحن لا نشعر بالقلق حيال الاجتماع، وسبب عدم قلقي هو ما حققه المدرب مع الفريق. المدرب خاض 94 مباراة مع الأهلي خلال 20 شهر وفاز بسبع ألقاب ولم يتلقى الهزيمة في 88% منهم. أعتقد أنه خسر 9 مباريات فقط. المدرب وجهازه المعاون قبلوا بلاء حسنا. النتائج تتحدث عن نفسها، وهذا أداء جيد لن يثق الجميع على طريقته في اللعب أو الأداء. وكمان هذا واضح، لكن النتائج تتحدث عن نفسها بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. الجزئية دي بتاعت كلامها عن النتائج تحدي واضح، وكأنها عايزة تدخل في معركة ضد الخطيب والإدارة والاجتماع اللي تم. يعني الكلام هنا واضح يا جماعة، واخد بالك يا مصطفى؟ الكلام هنا واضح جداً، الكلام هنا واضح جدا جدا جدا، يعني الكلام هنا واضح جدا جدا جدا. اهو بحلل لكم اهو،
واخد بالك هنا الكلام واضح جدا، وكأنها تريد أن تدخل في معركة مع الإدارة والكابتن محمود الخطيب، فبتذكرهم من منطلق المن، يعني بتمن يعني بمن عليك. واخد بالك أنت؟ يعني يا مصطفى هنا الكلام واضح، وكأنها تريد أن تدخل في معركة مع الإدارة بسبب هذا الاجتماع. بالظبط يا فندم، هو طبعا الكلام كله كان ماشي في اتجاه اللي هي بتنتقد اللي مجلس الاداره قام بيه، وده امر منطقي جدا. مجلس الاداره المفترض ان هو الجهاز الفني يكون متواجد بعد الاخفاق في البطوله الافريقيه في الاسبوع اللي بعديه، وانت عندك مباريات المفترض تلعبها من غير القوام الاساسي، وعندك المفترض كان يبقى في مباراتين وديتين في الفتره دي عشان خاطر تحط ايدك على العناصر اللي كانت هتلعب مباراه المصري السلوم وهتلعب مباراه ايسترن كومباني، لانك هتلعبه من غير القوام الاساسي، وده اللي ما حصلش. بالاضافه كمان ان الراجل يعني في معلومات بتقول ان هو ما تواصلش مع المدرب المساعد كابتن سامي قمصان سوى مرتين فقط لا غير من بعد مباراه الوداد، يعني من بعد ما هو سافر ما تواصلش معاه غير مرتين، وده امر مش منطقي يعني. فبناء عليه مجلس الاداره طبعا طلب ان هو يعمل اجتماع عشان يحدد بقى الدنيا فيها ايه، يعني عشان تمام. يعرف الدنيا فيها ايه. كمان قالت العقد تم اتمامه منذ التوقيع عليه في مارس الماضي، وتم الاعلان عنه عبر موقع الاهلي الرسمي، وكذلك اعلننا عبر الشركه المختصه باداره اعمال المدرب. علاقتنا مع النادي ليست عدائيه، فهم يحترمون المدرب ونشعر بالتواضع انهم منحوه فرصه لاداره فريق بهذا الحجم، لكن ما رايته هو ان هناك حديث سلبي بشكل مستمر، ولكن من بعض مشجعي الاهلي ووسائل الاعلام واللاعبين السابقين. من الطبيعي أن لا يحب الجميع ما تفعله، ولكن بالنسبة لنا القلق الوحيد هو الدفع بالقول أن المدرب ليس مفيدا وليس جيدا فيما يقوم به، رغم أن الأرقام تتحدث عن نفسها. كلمة أخيرة أخذها منك يا مصطفى، كلام مويرة بيجزم أن موسيماني بره النادي الأهلي. اولا هي بترد عليك انت الوحيد اللي في مصر اللي قلت ان العقد هيتفعل في 30/6، وده كلام مظبوط على فكره. فهي بترد عليك انت في الجزئيه بتاعت ان احنا ابرمنا العقد لا، والنادي وخلي الاهلي بالك اعلنه. هو واضح ان هي متابعه، حتى اللاعبين القدامى بيقولوا ايه بالظبط. فهو حضرتك انت لما اثرت الامر ده امبارح ومفيش اي وسيله اعلاميه اتكلمت فيه، هو فعلا ان العقد ما بتوثقش الا في بدايه الموسم الجديد، لان ده تمديد للعقد، ده تمديد يا جماعه للعقد. يعني هم العقد ما انتهاش، العقد كان لسه هينتهي في نهايه الموسم وهم مددوا مع الراجل، فبالتالي هيتم توثيقه في 30/6. فطبعا هي لما لقت انك انت قلت الموضوع والامر انتشر في الاعلام والسوشيال ميديا، فخلاص هي بتقول للناس احنا وقعنا العقد وبالتالي خلاص احنا اعلنا والنادي الاهلي اعلن. فدي بخصوص الجزئيه اللي هي اتكلمت عليها. هي باختصار شديد وعشان خاطر جمهور الاهلي والتراشق اللي على السوشيال ميديا الغير طبيعي اللي موجود ما بين مؤيد ومعارض لاستمرار بيتسو موسيماني، الموضوع كله ماشي في اتجاه ان الراجل فعلا عنده عروض، وان الراجل بيحاول ان هو يزهق اداره النادي الاهلي. الكلام بتاعه كله مش منطقي، حتى النهارده قال جمله غريبه جدا 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 عملت استياء شديد جدا، يعني قال لك ان النادي الاهلي مجلس الاداره بيدار عن طريق السوشيال ميديا، وده كلام لا يجوز ولا يصح ان هو يتقال، لان ده مش حقيقي. ان النادي الاهلي مجلس ادارته بيدار عن طريق السوشيال ميديا ده كلام مش حقيقي، لان لو بيدار عن طريق السوشيال ميديا ما كانش يبقى جمهور النادي الاهلي مستاء من بعض القرارات اللي مجلس الاداره بياخدها، وده اللي احنا بنشوف الفتره الاخيره ان الجمهور زعلان من مجلس الاداره ان هو بيتباطأ في بعض القرارات، ان هو سلبي في اتخاذ بعض القرارات، هو ده وجهة نظرهم يعني. لكن ان مجلس الاداره بيدار عن طريق السوشيال ميديا ده كلام ما كانش يصح ان بيتسو موسيماني يقولوا. في عروض لبيتسو موسيماني، في عروض بعيد كل البعد عن الموضوع الفيك او الموضوع التنكوش اللي هم بيتكلموا عليه، اللي هو احتمال يروح الرجاء المغربي. لا طبعا، المغرب سقف التعاقدات عندهم بالنسبه للمديرين الفنيين اقل بكتير جدا من الرقم اللي بيتسو موسيماني بياخده. بيتسو موسيماني لو هيمشي من النادي الاهلي هيروح في العروض اللي جايه له من قطر، وبالفعل في عروض جايه له من قطر. فهو في كلا الاحوال انا رؤيتي المحدوده ان الراجل شايف ان هو مش هيعرف يقدم جديد مع النادي الاهلي، شايف ان في اجماع من مجلس الاداره ولجنه التخطيط وشركه الكوره ان الراجل ما يكونش موجود، او لو هيكمل هيتسحب منه مجموعه صلاحيات هو كان بيستمدها عشان هو بيحقق بطولات. وزي ما قلت لحضرتك البطوله الاخيره اللي هو خسرها كسرته بعد ما كان هو بيتكلم ان هو يبقى الامر الناهي في كل شيء، وكان هو بياخد بعض الصلاحيات عشان هو بيحقق بطولات،
فواضح ان هم سحبوا منه الصلاحيات دي او اتكلموا معاه في اجتماع تقنيه الزوم اللي هم يسحبوا منه بعض الصلاحيات دي، وبالتالي الراجل شايف ان هو خلاص هيبقى بالنسبه له في ادوار كتير هيهمش فيها، وهيبقى كمان في جهاز معاون له، هيبقى الجهاز المعاون ده له دور غيره بعد ما كان هو اللي قايم بكل شيء وهو كل الكوتش بقى من الف الى الياء. فالحاجات دي كلها ممكن تؤدي في الفتره اللي جايه ان الراجل هيبحث جيدا العروض اللي متقدمه له من القطر بالذات، لان دي البلد الوحيده او الانديه الوحيده اللي ممكن تدفع لموسيماني الرقم اللي هو عايزه. وخلينا نكون برضو منصفين ومنطقيين، سواء موسيماني او زوجته دايما بيبحثوا عن العائد او الراتب الاحتراف كده يا مصطفى. تمام، انا يعني في دايما مدربين بيقول لك نبحث عن المجد او نبحث ان احنا ندرب النادي الاهلي عشان نحقق مجد او نعمل الكلام ده جريد. بطل الكلام ده بطل في كل العالم، لكن هم بيبحثوا عن المادة، وعشان يبحث عن المادة موضوع ان هو يروح الرجاء يروح الامارات، الكلام ده كله هم عندهم في البلاد دي سقف تعاقدات. الرقم اللي موسيماني بياخده هنا يعتبر رقم كبير جدا، فعشان ياخد رقم زيه او اعلى منه فهو الاتجاه الى قطر. لكن هو هيمشي امتى؟ ده اللي انا بقول لحضرتك عليه، مش هيمشي قبل يعني على الاقل لما يلعب مباراه الزمالك وبيراميدز. لو حقق فيهم نتائج ايجابيه هيكمل نهايه الموسم، لو حقق فيهم نتائج سلبيه فانا بقول لحضرتك البديل المصري جاهز، وبعد كده السي الاجنبي موجود. شكرا جزيلا يا مصطفى. شكرا يا فندم، وكنت سعيد اني موجود مع حضرتك. شكرا جزيلا. بس انا عايز اقول له حاجه، عايز اقول له يا موس مش هتلاقي الاستاكوزا اللي بتحبها غير هنا. ايوه في قطر ولا في الخليج في استاكوزا مرعبه، لكن الاستاكوزا والجمبري اللي انت بتحبهم والازازه مش هتلاقيها غير هنا. دي حاجه. الحاجه الثانيه، مفيش اعلام بينك ما بينه عداء، انا اكتر الناس المساندين بيه الليقه وحتى الان، ولكن سير التصريحات ده خطا جدا.